موجودة اليوم في معرض الكتاب في مدينة العين. مشاركتي اليوم أن أتكلم عن الرسمة اللي راح تكون في واجهة لكتاب نحن صنعناه بنات كلية التقنية العليا. كتبنا الكتاب ورسمناه. الرسمة اللي أنا اخترتها لقصة معينة كانت ولله الحمد أن اختاروها أنها تكون الكفر بيج. الرسمة اليوم ياسة تنعرض والمستاف من الكلية ساعدوني وايد أني أوصل لهالمرحلة مع التشجيع.